مع الوكيل، انا برحب بحضرتك على اليوم السابع. كنت عايز اسال استعدادات المديريه لموسم القمح، وده محصول استراتيجي وامن قومي هام. المديريه تستعد استعداد لاقناع توجيهات معالي وزير الزراعه السيد القطير والسيد اللواء محافظ اسيوط اللواء عصام. بنستعد لتوريد القمح استعداد اولا الشون بنجهزها، الشون الصغار انا عندي 28 مقر لاستقبال القمح من 6 هناجر و2 صوامع و7 شون اسمنتيه و12 شون ترابيه. تمام. مستعدين لاستقبال القمح بجانب بقى التوعيات المستمره لتوعيه المزارعين على توريد القمح. طبعا القمح طبعا الدوله سعرته ب 2000 جنيه، ودي سعر ممتاز ومرضي لاخواننا المزارعين. تمام.